عسلامه. عسلامه. لاباس؟ الحمد لله. عرفنا عليك. تيمور من قصر هلال. مرحبا. وبيك عايشك. شنو تعمل في حياتك؟ اي نقرا. بشنو هي مغروم انت؟ بالفاشن، ستيل، حوايج. نتبع لي توندونس جديد في الموضه. احكينا شويه على الفاشن توا في تونس، كيفاش تراه؟ اي عبد معناه يحب يتبع يقولوا عليه عميق، اي عبد ويسبوا فيه وكل. كان نفهم ساعه شنو هي ظاهره العميقين هذي، اش معناها عميق؟ عبد يشوفوه لابس غير مش كيفهم لابس، عميق. يشوفوه يسكيتي ولا يعمل اي حاجه، عميق. شو معناها عميق؟ يبداو شعراتهم مشبشبين ويقولوا عليهم يلبسوا في الكحل. كل الجو هذاك الريق. ايش يقولوا عليك عميق؟ يقولوا علي عميق. هاك ماكش لابس في الكحل تو. يعني جوي باهي. شنو اخر؟ تبع برشا الموضة؟ اي. بشكون تقتدي في الموضة؟ برشا توانسة وبرشا من برا. فما زادة ممثلين برشا ومن برا، فما ليوناردو دي كابريو، فما برشا، وفي تونس زادة فما برشا، فما يحيى من مستير، فما أحمد دويري من تونس، وبرشا برشا. إنك تبع الموضة حاجة مهمة؟ عندي أنا مهمة، أما لازم حتى قراية نهتم بها. الكل حتى قرايه اهم حاجه قرايه. تصور روحك يجي نهار وتبعد على الغرب هذا وما عادش تهتم بالموضه وباللبسه. صعيب برشا. انت عمال تطور في الغرام هذا؟ اي. وديجا نسكيتي اللي هي سبور مفقود برشا في تونس، اما بدا يطلع بشويه بشويه. ما عندناش مع البلايص نشريو منهم لي زانسترومون لي بورد السكيت، ما عندناش ونشريو عند بعضنا، ولا كان عندك واحد من برا توصيه. وكو في روحك تنجم تخدم مرة أخرى في مجال الموضة؟ أي إن شاء الله. نجم تكون مصمم أزياء مثلا؟ موديل. موديل؟ اي. خدمت ولا ما زلت؟ عم على قريب ان شاء الله. تلوش في فرصه؟ ديجا لقيت الفرصه وعلى قريب. باش نبدا معنا. فما برشا عباد يهتموا بمجال الموضه ولا لا؟ لا مش برشا. نجم تقول من 100 واحد زوز ولا ثلاثه. يعني العباد ما يهمهمش. شنو ما يهمهمش بالضبط؟ ما يهمهمش في المجال هذا و ما يحبوش الجملة. نجم انت تقوم الصباح تلبس اللي يجي وتخرج وإلا لا؟ في يامات اي، مش ديما اي. اي. قديش تبقى وقت باش تختار حوايجك و نص ساعة؟ نص ساعة وانت تخير معناها وتختار؟ نفرز باش نشوف شنو نلبس. شنو هي مثلا؟ بس لي ماريو الاحمر وسروال الاخضر ما يجيش ولا لازم تلبس حاجات طالعه على بعضها. عندك فكره على الوان اللي طالعه توا؟ بيج، فما ازرق وبيج مع بعضهم يطلعوا حاجه هايله. فما برشا الوان، فما طالعين اورانجي زاده والابيض صيفيه. اي وزاد فما لي زاكسيسوار طالعين برشا، خواتم في اليد، شركة. الولاد ما يلبسوش برشا دي زاكسيسوار. لا فما شكون يلبس. فما. فما شكون يلبس بلالت، فما شكون يعمل بيرسينغ، فما شكون يلبس خواتم. تحب انت تعمل بيرسينغ مثلا؟ لا. علاش؟ لا علينا، أمور عائلية. انت ما تحبش والا عائلتك ضد فكره انه تعمل بيرسينغ؟ الحق الموضوع هذا ما انتيش نحكي فيه جمله. ما انتيش ندخل عائله في عائلتك. ما تحبش؟ اي. عائلتك ضد انه انت تعمل بيرسينغ؟ حتى اني ضد نعمل بيرسينغ. ضد؟
اي كيفاش تراها انت؟ هما برشا اولاد عاملين بيرسينغ و... اي هما حرين شو يعملوا، علاش نجي نعمل نعطي راي عليه؟ هما حرين، حب يعمل يعمل. انت ما تتاثرش مثلا تشوف ترى شكون عامل بيرسينغ ولا حاجه تقول اه حتى انا نحب نعمل كيفه؟ ممكن يجي نهار ونعمل. خمم انه يجي نهار وتعمل بيرسينغ؟ ممكن، ما نجمش نقول اي. تقول انت بالك تتبدل فكرتك؟ اي. نجم نبدل كما نجم لا. كاو. فما مصممي ازياء يعجبوك معناها في الستيل نتاعهم؟ فما كيما شكون؟ نعرفش، ما فما برشا ما نعرفهمش. توانسه اليوم يهتموا بالموضه برشا ولا تحس لي ما يهتموش؟ ما عندهمش في المجال هذا. عيط لك يعرفوا اللي انت تهتم بالموضه؟ اي يشجعوك؟ عادي كي نبدا حيحب على حاجه ياخذولي، حب لبسه لفازه ياخذولي الحق، مش مقصرين معايا جمله دارنا. ويعرفوا اللي فما فرصه انك باش تولي موديل وكل شيء؟ نورمال مو اي. معاه ولا ضدهم؟ معاهم. هما ضدهم؟ لا معايا. اي كلمة الختام شنو تحب تقول؟ نحب نسلم على جماعة الكل في قصر هلال، صحابي ولاد حومتي الكل، نوجه لهم أكبر تحية ونسلم على جماعة الكل.